مرحبا بكم طلاب مدرسة سان جوزيف قسم الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول. درس النهاردة عن الوحدة الثانية السكان في بلدي. الدرس النهاردة بيتكلم عن نمو السكان في مصر. نمو السكان في مصر، نتكلم عن السكان في مصر وبينمو ازاي وليه عايزين نعرف عددهم عشان ده هيفيدنا في ايه. اول حاجة هنعرفها النهاردة هو التعداد السكاني. لازم علشان اعرف سكان مصر لازم اعمل لهم تعداد سكاني. يعني ايه تعداد سكاني؟ هو قيام الدولة بحصر سكانها كل عدة سنوات للتعرف على اعدادهم وتركيبهم حسب السن والنوع والمهنة. تاني، قيام الدولة بحصر عدد سكانها مرة كل عدة سنوات. طب ليه؟ علشان نعرف أعدادهم تركيبهم اللي هو السن والنوع إيه والمهنة والتعليم بتاعهم. طيب أهمية التعداد السكاني إيه؟ التعداد السكاني دوت مهم عندي في إيه؟ تحديد احتياجاتنا من المدارس والمستشفيات والغذاء والمصانع والخدمات علشان أقدر أحدد الخدمات بتاعتي، إن أنا هحتاج قد إيه مدرسة، مستشفيات، الغذاء بتاعي هيبقى قد ايه، المصانع، الخدمات بتاعتي. بس كده لا، وكمان علشان نتنبأ بأعداد السكان في المستقبل عشان نعرف أعداد السكان في المستقبل هيكون قد ايه، فهنخطط لهذا المستقبل دوت من دلوقتي، هنخطط له تخطيط سليم. يبقى تاني، التعداد السكاني هو قيام الدولة بحصر عدد سكانها مرة كل عدة سنوات من أجل علشان نعرف أعدادهم تركيبهم حسب السن والنوع المهنة والتعليم بتاعهم. وبقولنا أهمية التعداد السكاني دوت بما تفسر، دوت بيحدد احتياجاتنا من المدارس والمستشفيات، الغذاء والمصانع والخدمات، بنتنبأ بأعداد السكان في المستقبل، فده بيخطط لنا للمستقبل تخطيط سليم. لازم نعرف ان مصر بتقوم بعمل تعداد سكاني مرة كل عشر سنوات، وان مصر ديت من اقدم الدول اللي نفذت نظام التعداد السكاني في العصر الحديث. مصر من اقدم الدول اللي نفذت نظام التعداد السكاني في العصر الحديث، وبتقوم بعمل تعداد سكانها مرة كل عشر سنوات. يبقى تاني، المقصود بالتعداد السكاني هو قيام الدولة بحصر عدد سكانها مرة كل عدة سنوات من أجل أعدادهم علشان نعرف أعدادهم تركيبهم والمهنة والتعليم بتاعهم. وقلنا أن التعداد السكاني دوت مهم في إيه؟ بيفيدنا في تحديد احتياجاتنا من المدارس والمستشفيات والغذاء، نتنبأ بأعداد السكان في المستقبل، فده هيخطط لنا مستقبل سليم. طيب ايه العوامل اللي بتخلي المؤثرة في نمو السكان؟ ايه العوامل عندي المؤثرة في نمو السكان؟ عندي زيادة طبيعية وهجرة. زيادة طبيعية والهجرة. الزيادة الطبيعية هي الفرق بين عدد المواليد والوفيات. دي حاجة طبيعية، بيبقى عندي مواليد ويبقى عندي وفيات، فدي زيادة طبيعية، دي حاجة كده ربنا هو اللي بيعملها، بيبقى فيه مواليد وبيبقى فيه وفيات، هي الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات. طيب الهجرة هي انتقال الأفراد من مكان لآخر لفترة زمنية طويلة. ديت بقى هو الإنسان اللي بيعملها، إن هو بيهاجر، بيسيب مكان بلده وبيروح بلد تانية. عندي النوعين من الهجرة، هجرة داخلية وهجرة خارجية. الهجرة الداخلية هي انتقال الأفراد من مكان إلى آخر داخل حدود الدولة. زي مثلا الهجرة من الريف إلى المدن. ديت هجرة داخلية. لكن الهجرة الخارجية هي انتقال الأفراد من دولة إلى دولة أخرى، زي هجرة المصريين إلى دول الخليج العربي.
انتقال الأفراد من دولة إلى دولة أخرى زي هجرة المصريين إلى دول الخليج العربي. يبقى تاني، عندي عوامل بتأثر في نمو السكان، قلت زي الزيادة الطبيعية والهجرة. الزيادة الطبيعية قلنا هي الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات، الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات. لكن الهجرة هي انتقال الأفراد من مكان لآخر لفترة زمنية طويلة. وعندي نوعين من الهجرة، هجرة داخلية وهجرة خارجية. الهجرة الداخلية هي انتقال الأفراد من مكان إلى آخر داخل حدود الدولة، مثل الهجرة من الريف إلى المدن. وهجرة خارجية هي انتقال الأفراد من دولة إلى أخرى، مثل هجرة المصريين إلى دول الخليج العربي. طيب، أسباب الهجرة، ليه في أسباب هجرة؟ ليه بيهاجروا؟ للبحث عن فرص عمل أفضل، للحصول على أجر أعلى، وعلشان التعليم. يبقى تاني، البحث عن فرص عمل أفضل، الحصول على أجور أعلى لتحقيق مستوى معيشة أفضل، وعلشان التعليم. يبقى أسباب الهجرة إن هم بيهاجروا ليه؟ علشان البحث عن فرص عمل أفضل، التعليم، والحصول على أجور أعلى لتحقيق مستوى معيشة أفضل. بعد كده هنعرف عندي محافظات طاردة للسكان ومحافظات جاذبة للسكان. المحافظات الطاردة للسكان هي المحافظات التي يخرج منها بعض السكان. المحافظات الطاردة للسكان هي المحافظات التي يخرج منها بعض السكان، زي محافظة الصعيد والدلتا. محافظة الصعيد والدلتا اللي هو الوادي والدلتا. طيب، محافظات جاذبة للسكان هي المحافظات المستقبلة للمهاجرين، من المحافظات اللي هي بتجذب السكان ليها، للفرص عمل، لتعليم أفضل، زي القاهرة والأسكندرية. يبقى أنا عندي نوعين من المحافظات، محافظات طاردة للسكان ومحافظات جاذبة للسكان. محافظات طاردة للسكان هي المحافظات التي يخرج منها بعض سكانها، زي محافظة الصعيد والوادي. لكن محافظات جاذبة للسكان هي المحافظات اللي هي بتجذب السكان ليها، زي القاهرة والأسكندرية. تاني، اتكلمنا عن ايه العوامل اللي بتأثر على نمو السكان في مصر. قلنا بسبب الزيادة الطبيعية والهجرة. قلنا الزيادة الطبيعية هي الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات، الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات. لكن الهجرة هي انتقال الأفراد من مكان لآخر لفترة زمنية طويلة، هي انتقال الأفراد من مكان لآخر لفترة زمنية طويلة. وعندي نوعين من الهجرة، هجرة داخلية وهجرة خارجية. الهجرة الداخلية هي انتقال الأفراد من مكان إلى آخر داخل حدود الدولة، زي الهجرة من الريف إلى المدن. لكن الهجرة الخارجية هي انتقال الأفراد من دولة إلى دولة أخرى، زي هجرة المصريين إلى دول العالم أو دول الخليج. تكلمنا عن أسباب الهجرة، قلنا بسبب البحث عن فرص عمل أفضل، والتعليم، والحصول على أجور أعلى لتحقيق مستوى معيشة أفضل. أسباب الهجرة، ليه بيهاجروا؟ بما تفسر؟ سؤال بيجي يقول بما تفسر هجرة بعض الناس إلى مدن أخرى؟ للبحث عن فرص عمل أفضل، و لتعليم أفضل، والحصول على أجور أعلى لتحقيق مستوى معيشة أفضل. بعد كده قلنا عندي محافظات طاردة للسكان ومحافظات جاذبة للسكان.
المحافظات الطاردة للسكان هي المحافظات التي يخرج منها بعض سكانها زي محافظة الصعيد والدلتا، لكن المحافظات الجاذبة للسكان هي المحافظات التي تستقبل المهاجرين من المحافظات الأخرى مثل القاهرة والإسكندرية. لو جينا نتكلم عن أهم المفاهيم هنا، هنتكلم عن التعداد السكاني. هنقول هو حصر عدد سكان الدولة وتصنيفهم حسب السن والنوع والمهنة. الزيادة الطبيعية هي الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات. الهجرة هي انتقال الأفراد من مكان لآخر لفترة زمنية طويلة. هجرة داخلية هي انتقال الأفراد من مكان إلى آخر داخل حدود الدولة. هجرة خارجية هي انتقال الأفراد من مكان من دولة إلى أخرى. نعمل ملخص سريع كده للدرس. الدرس كان بيتكلم عن نمو السكان في مصر. قلنا إن التعداد السكاني هو تعريفه قيام الدولة بحصر سكانها مرة كل عدة سنوات للتعرف على أعدادهم وتركيبهم حسب السن والنوع. قلنا أهميته بيحدد احتياجاتنا من المدارس والمستشفيات والغذاء والمصانع والخدمات، وبنتنبأ بأعداد السكان في المستقبل، عشان كده بنخطط له تخطيط سليم. قلنا إن مصر من أقدم الدول التي نفذت التعداد السكاني، ويتم ذلك كل 10 سنوات. قلنا إن العوامل المؤثرة في نمو السكان هي الزيادة الطبيعية والهجرة. الزيادة الطبيعية هي الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات، لكن الهجرة هي انتقال الأفراد من مكان لآخر لفترة زمنية طويلة. عندي نوعين من الهجرة، هجرة داخلية وهجرة خارجية. الهجرة الداخلية هي انتقال الأفراد من مكان إلى آخر داخل حدود الدولة مثل الهجرة الداخلية من الريف إلى المدينة. هجرة خارجية انتقال الأفراد من دولة إلى دولة أخرى مثل هجرة المصريين إلى دول الخليج. وقلنا أسباب الهجرة هي البحث عن فرص العمل، الحصول على أجر أعلى، والتعليم. كلمنا عن المحافظات الجاذبة للسكان هي القاهرة والأسكندرية، المحافظات الطاردة للسكان زي محافظات الصعيد والدلتا. لو جينا نحل شوية تدريبات، مثلا صح أم خطأ؟ تقوم مصر بعمل تعداد لسكانها مرة كل 5 سنوات، خطأ مرة كل 10 سنوات. محافظة القاهرة من أكبر محافظات مصر جاذبا للسكان، صح. يتساوى النمو السكاني في جميع محافظات مصر يعني كله عدد واحد، لا طبعا غلط. يفيد التعداد في تحديد احتياجاتنا من المدارس والمستشفيات، طبعا صح. أكمل تعرف عملية حصر السكان في أي مكان في العالم باسم التعداد السكاني. طيب تفيدنا التعداد السكانية بالتنبؤ بإيه؟ بالمستقبل. الزيادة السكانية أما تكون طبيعية نتيجة الفرق بين الزيادة أن تكون الزيادة السكانية أما تكون طبيعية نتيجة الفرق بين المواليد والوفيات، أما غير طبيعية نتيجة الهجرة. لو قلنا أن تعد مصر من الدول التي تتميز بإيه؟ زيادة معدل النمو السكاني. تعد مصر من الدول التي تتميز بزيادة معدل النمو السكاني. لكن المحافظات الطاردة للسكان، عندي محافظات الصعيد. طيب بما تفسر أهمية التعداد السكاني للدولة؟ قلنا إن هو بيحدد احتياجاتنا من المدارس والمستشفيات والغذاء، بنتنبأ بأعداد السكان في المستقبل. هجرة بعض سكان المحافظات لمحافظات أخرى ومدن أخرى. الإجابة بتاعتي للبحث عن فرص عمل، للحصول على أجر أعلى، وللتعليم. ده النهاردة كان درسنا عن نمو السكان في مصر والتعداد السكاني والعوامل المؤثرة في السكان، من زيادة طبيعية
والهجرة وأسباب الهجرة والمحافظات الجاذبة للسكان والطاردة للسكان. إن شاء الله أشوفكم في درس جديد من دروس الصف الرابع الابتدائي قسم الدراسات الاجتماعية.